وبراسي ما تندويش عليك، علاش غتخرج تنقز؟ عطينا نسميت نصاب. شوف الخوت، انا درت واحد ستوري، درت ستوري هضرت فاك، ولكن بان لي تبلبلات كل واحد تيسحب وتندوي عليه. ماعرفتش، انا ما كانش عندي مشكل نقدر نجبد السميه، غير هو الاشكال السيد ما بغاش، حيت الا تجبدات السميه غادي تعرف شكون قالها ليا. مي انا راه زعما ما فهمتش علاش تبلبلات. انا راه يلاه طاقاني واحد خونا فواحد شي لايف ديال واحد تيشوفوه شي 20 واحد، حتى هو يمكن بغا يدير شي حاجه وهذا شتات بالبلاد، كلشي خايف على راسو ولا ما عرفت سابو واش تندوي عليه. دويت فاغ، السلام عليكم. انا ما قدرتش نجبد السميه لانه انا ما عنديش مشكل في راسكم تكون تعرفوا على القليل انا نجبد السميه، عندي الدليل ما نجبد سميتك باش غدا ولا بغيت غدا غادي يسير دعيني، انا عندي الدليل ما غاديش انا تنحضر الناس. انت اللي خصك تمشي للحبس، انت اللي خصك تمشي للحبس، انا عندي الدليل. ولكن بطبيعه الحال السيد قال لك اودي ما جبدناش ما هذا، خاف على راسو ما ما نقولوا. المهم انا اللي عليا درتو، حيت انا صعيب نشوف شي نصبا ودوز هكاك وما يردو البال وصافي شي راديو كل غير. هو ما فهمتش انا علاش بزاف كاين الناس كاع ما دويت عليهم ناضو تيغوتو تيبكيو، والله العظيم ناضو تيغوتو. علاش تغوت اخويا؟ جبناك بالسميه هضرنا معاك ما هضرناش معاك، علاش كتغوت؟ دير عليا لايف. ايوا ماشي مشكل ماشي مشكل ماشي مشكل، ولكن نورمالمون اللي متاكد من شي حاجه ما كيديرش لايفات ويبرر. باقي انا ما جبت سميه ما والو، انت داير لايف وتتغوت. راه نورمالمون اللي متاكد من شي حاجه ما خاصوش ينوض يغوت مهجم عليا. باقي انا كاع ما دويت، انا قلت كاع ما قلت سميتك ما تنعرف كاع هي جوج، انا تنعرفوك بعدا. يعني ملي تدير هاد لاكسيون راه خايبه ليك، خايبه ليك مع الناس ديالك لانهم غيعتبروك، حيت انت علاش تشكيتي؟ يقول لك علاش نويتي؟ كما قلت في الانستغرام ديالي، ظاهره لي فورماسيون كثرت وظاهره النصب في لي فورماسيون كثروا. انا ما كنعرفش كل شيء، وباش ما نكونش كذاب الا قلت لكم انا ما تنعرف اسماء قليله، لدرجه انه كاين بزاف الناس كيجيو يهضروا معايا تيقول لك واش تعرف فلان ولا حنا دراري الويب، تنقول لهم ما تنعرفش يعني مول غالي خدام ما متسعش هذيك الدائره ديال نبقى نتابع في انستغرام هذا وهذا وهذا. ولكن انا كنقول واحد القضيه اللي تلزم بها نفسي قبل ما نلزم بها شي واحد، منطقيه تلزم بها راسي قبل ما نلزم بها شي واحد، حيت خضم هذه الظاهره اللي ولات بزاف، سمح لنا هذه الظاهره اللي ولات بزاف، غير تنصب عليه يدير شي كيان وكيل جلاله الملك باش بنادم يولي يخاف، اللي يبغي يدير شي تخربيقه يحطها في الويب يخاف. حط فابور ماشي مشكل، ولكن اخويا دير لنا فورماسيون تنصب بها على عباد الله والناس يخدموا بها وما تخدمش لهم هذاك الشيء، وبنادم تيدخلوا الشك تيقول واش غير انا اللي ما خدامش ليا داك الشيء، وهو راه عدد الناس ما خدامش لهم هذاك الشيء، تيقول مستحيل خونا ما يكونش هو راه اجتر عليك ما لم يعمل معاه وانت تيسحب كذا. انا كنلزم بها راسي هذه القضيه، تنصب عليك شي كاين وكيل جلاله الملك باش يتبتوه بنادم يخاف ويعرف البلاد راه فيها الحق وفيها القانون. لا يمكن الناس صاحبي راه خصكم تقوا الله في هذا الشعب هذا. كاين الناس اخويا اللي كيبيع تيسحبوا هذا الشيء في العمل على الانترنت وما تيكثر من الموتيفاسيون عاوتاني. اخوك في الحرفه خلو كان اخويا وما تندير لا لي فورماسيون ولا والو، انا كنجاوب على الناس لايف. ما عندي كونسلتين اللي بغى في اي بي، هما اللي ما بغاش حتى كونسلتين يحط عليا غير السؤال ديالو هنا في اللايف ونجاوبو، ما كاينش مشكل. قلنا هاد المساله هادي ديال لي فورماسيون وهادشي، حيت هادشي الا ما توقفش بالقانون راه الناس غادي يولوا تيطغاو تيسحبوا. قلت لكم النقطه شنو هي؟ هي انه بنادم كاين اللي مسكين كيتموتيفا بزاف، كيمشي يبيع دارو، كاين اللي سمح في قرايتو على برا ودخل البلاد، كاين كاينين هاد الامتنه الخوت. انا بعدا تصادفتهم، انا بعدا هضروا معايا، انا بعدا جاو عندي للبير وشتوه. مابقاوش تبيعوا له، اتقوا الله في هاد الشباب هادو، وانت نتوما اتقوا الله في راسكم الله يحميكم الوالدين، اتقوا الله في راسكم. انا براسي ما تثقش فيا، انا تنقولها لك وراه مزيان
راه يور سيلف ديفنس از ما تقش شي واحد نو تراست براسك ما تقش فيا هذاك هو الانتي فيروس ديالك مع البشر كلهم ولاد الحرام مني وجبد كنا ما تقش هذا ديك الثقه الزائده هي اللي كتتبعك وشوف راه من راه ما كاين شوف قرا على الهندسه الاجتماعيه وغادي تلقى في واحد الشق في الهندسه الاجتماعيه ما كاين ضعف البشري الطبيعي اشنو هما الثقه الخوف والرغبه في المساعده الثقه باش غنكسب لك الثقه طمع خصني نطمعك سالك انت راه هذا وراه حنا هذا الشيء راه والله الا قلناه ميرا نوتي راه اللي تيتهني ديما كيسمع الله راه وبراسي ما تثقش فيا راه تنقولها لك احسن انك ما تثقش فيا وهضرتي دوزها من الفلتر على انك تكون غير تستهلك بلا ما تدير لي فلتر خصك يكون عندك دي فلتر في مخك وراه هادشي كتاب هادشي تنصب في ليفون ولا اغوكو هو هادشي اللي كاين هذا بالنسبه للعيبه اللي درت في انستغرام بالنسبه للعيبه اللي درت في انستغرام هو اللي الناس اللي كيغوتوا باقي ما جبدناكم سميتكم ما هذا ما عرفتكم علاش نقزتوا انا براسي ديال شي حاجه طيق فيها علاش بغيت نخرج نقز هو ما كاين والو ما تندويش عليك علاش بغات تخرج تنقز تغوت دير لايف كاع انت راه طقني واحد غير قبيله في لايف عند واحد خونا غير ما تنعرفو كاع علاش 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 تتغوت يعني ما انا طايق شي حاجه غنقولها وجهي احمر شي اللي كاين شي تنعرف علاش بغيت هذاك السيد داكشي تيقول ما تيعنينيش انا حيت انا واحد السيد عندي ثقه في النفس عندي ثقه في الماده اللي غادي نقدم علاش بغيت نخرج نغوت وانا ما جبدتكش هو هذا هو المشكل